وغزان الشباك هي كسائر لاعبات، يعني غنقولوا غزان الشباك، غنقولوا بدري نجاز، غنقولوا تاكنا، يعني هذه المنظومه، هذه المجموعه، فهي اللي خلات اللاعبات انهم يبرزوا برزوها في العطاء ديالهم. غزان الشباك انا حققت لقب ديال احسن لاعبه في افريقيا، راه لولا بوحدها ما ديال غزان الشباك، ماشي لاعبه ديال التنس ولا ديال التيكواندو ولا الكاراتي، يعني لاعبه ديال واحد رياضه فرديه اللي غتبدع فيها هي بوحدها. بالعكس، غزان الشباك هي لاعبه كتدخل داخل واحد المنظومه جماعيه فيها مجموعه ديال اللاعبات، فيها طريقه ديال اللعب ديال الطاقم التقني، فيها جمهور، فيها جامعه، فيها مسار رياضي، يعني هو اللي خولها تاخذ هذا اللقب. هذا اللقب راه ما خدوش الشباك يعني حتى 2022، ربما راه عمل ديال سنوات، راه اول ما حطات رجليها في الملاعب باش بدات تاخذ أباجيديه الكره الى ان حققت هذا اللقب. هذا وهذا اللقب راه ما جاش من فراغ، راه جا بعمل ديال رجال ونساء ومسؤولين اللي ساهموا في تكوينها وفي اخراجها للوجود. ولكن لا ننسى ولا نبخس العمل ديال اللاعبات اللي كانوا معها، اللي كانوا مساهمات بطريقه كبيره باش بان الشباك في المستوى ديالها. ونشكروا حتى الطاقم التقني وخاصه المدرب اللي لقى لها مكان جديد، لان الشباك هي كانت مهاجمه، وهذا المدرب باش يعطيها ازدواجيه الدفاع والمشاركه في الهجوم كوسط ميدان دفاعي هجومي، يعني راه ما سهلاش، وهي بدعات فيها، لان راه من الصعب القيام بهذا الدور هذا، وهذا دور صعيب 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 حتى بالنسبه للرجال، باش تلقى واحد اللاعب انه كيساهم في استرجاع الكره او في الوضعيه الدفاعيه، وكيحاول انه يحول اللعب من وضعيه دفاعيه لوضعيه هجوميه، واكبر اللمسات واكبر التمريرات انا كدوز عليه. يعني هنا راه يحسب الطاقم التقني اللي اختار له المكان الجديد. غزلان كتبقى كسائر العابات اللي بدات هي كره القدم في بدايه المشوار ديالها، بدات سنه 1999، يعني بالضبط هاد السنه هذه اللي كانت هي في مقتبل العمر، وكانت كتجي لنادي الدفاع عين السبع، وهذا الشيء راه كتقولوا، ولكن الناس باش يعرفوا فين كتجي في نادي الدفاع عين السبع بالضبط، راه كتجي المدرسه ديال كره القدم، ما كتجيش تلعب مع الدفاع عين السبع، لان الدفاع عين السبع ديك الساعه كان عنده جيل، وجيل ذهبي اللي كتزعموا اللاعبه الكبيره لطيفه زرهون، اللي الناس ما كيعرفوهاش. لطيفه زرهون اللي هي بنت سيدي مومان، واللي لعبات في المنتخبات وخدت احسن لاعبه عربيه وبزاف ديال الانجازات، ومن احسن اللاعبات اللي كانت في الجيش الملكي، احسن اللاعبات اللي دازت في خنيفره، احسن اللاعبات اللي دازت برشيد في سيدي مومان في الحي في عين السبع. يعني لطيفه زرهون عندها واحد بالماري كبير، وفي هذاك الوقت اللي هي لطيفه زرهون مع المجموعه اللي كانت كتشكل النواه ديال الدفاع عين سبع انذاك، فكانت عندنا مدرسه اللي فيها الوليدات وفيها البنات اللي كنت كنشرف عليها انذاك، انا والسيد الحسيس مصطفى، خو زيما هشام، عشيق مصطفى، فنيطز عبد النبي، ما نساوش هذا السيد هذا، وكان هادشي كامل تحت الرئاسه ديال المرحوم عباس قوره الله يرحمه في اليوم الكريم. هنا بدات البدايه الاولى ديال لمسات كره القدم بالنسبه للشباك. يعني هذا هو الدرجه الاولى اللي حطيت على رجلها، يعني الاكتشاف ديال عالم كره القدم بواقعيته بالملعب الطقوس ديالو اكتشفتها في دفاع عين سبع مباشره. اول رخصه غدار ليها في حياتها غدار ليها في رشاد البرنوصي، وبالضبط مع مجموعه وثاني من اللاعبات اللي كانوا سابقين في لا سيليكسيون، كنقولوا ليها جوري الهام الحارسه اللي كانت كبيره، سهام الطيبي اللي كانت من احسن اللعبات في رشاد البرنوصي، غيزار روماريو، راه كانت لطيفه كويرار، الهام السقاط، وهادشي كامل راه كان في رشاد البرنوصي وتحت الاشراف ديال الصديق حسن اوفقير اللي بلا البلاء حسن في الاستمرار ديال رشاد البرنوصي لسنوات تحت الرئاسه الفعليه، يعني من ديال السيد احمد العموري والطاقم ديال رشاد البرنوصي اللي كان موفر كل الظروف انذاك. ومن بعد غزلان راه درجات في عده انديه، منها الرجاء البيضاوي، منها العيون، منها الاحتراف بنادي المقاصه المصري، عين حروده في 2005 ولعبات مع نهائي بطوله المغرب، سيدي مومن لعبات مع نصف نهائي ديال كاس العرش واحتلت مع الصف الثالث في بطوله المغرب. يعني راه مجموعه ديال 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 المراحل اللي عطاتنا غزان الشباك، يعني هذا تاريخ ما كيدرقوا حتى شي واحد، ولكن هذا التاريخ هذا راه ساهموا فيه رجال، وكل مرحله ديال التالق ديال هاد اللاعيبه راه ساهموا فيها لاعبات، وهاد اللاعبات مشهود لهم بالكفاءه، مشهود لهم بالعمل، لان ملي كتجاور لطيفه زرهون وكتجاور مجموعه ديال اللاعبات على مستوى الفرق اللي قلت، راه اذا راه غادي تكسب واحد الخبره، وهذيك الخبره عطات العطاء ديالها في 2022. وراه هذا هو الواقع، راه ما كاينش شي واحد وكيوصل للهدف ديالو في البدايه ديالو، لان راه ضروري من سنوات عصاب، ضروري من المشاكل، ضروري من الضغوطات، ضروري من الحاجه، ضروري من الانسان باغي يفرض ذاته وما كاينش امكانيات. غزلان يعني في النص ديال المشوار ديالها والوقت اللي غتعطي العطاء ديالها، غزلان راه كنشكروا على واحد الحاجه كبيره، لان راه فقدان الاب اللي هو كان السند الرئيسي ديالها غزلان الشباك، لان انا كنعرف العربي الشباك الله يرحمه عن قرب، لانه انا فيما كان ولدات
كانوا كيلعبوا عندي عصام وحموده في دفاعين سبع، الوقت اللي كان كيجيب بنته راه كان مرافق لوليداته، راه كان من يعني ما كيجيوش للتيران الا ما كانش معاهم، وياخذ كرسي ويتابع الحصص والمقابلات. هادشي راه كيتشهد ليه، وهادشي داروا مع غيزلان، وكان يمني النفس ان غيزلان ترفع الكاس ديال افريقيا او كاس من الكؤوس يعني. ولكن الفقدان ديال الاب في واحد الظرفيه من الظرفيات الحساسه، مع العلم هنا كنقولوا لغيزلان تبارك الله عليك، علاش؟ لانها النفسيه ديالها ما تهزاتش، الطموح ديالها ما طاحش، وانها بقات دائما كي كتقول لينا خاصني نحقق على الاقل الامنيه ديال الوالد ديالي والرغبه ديالي، ونحاول انا نعطي عطاء اكثر هذا على الاقل كهديه للذكرى المرحوم الوالد ديالها. وفعلا راه نجحات فيها وكانت متالقه، وحتى الراي العام وحتى الناس ديال الكاف وهذا راه نصفوها يعني من اللي خادت احسن لعبه في افريقيا، فدار اكبر هديه ان المرحوم العربي الشباك، والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالو، لان حتى الدفاع عن الوطن والتعريف بالوطن وقضايا الوطن بالرياضه راه هو انجاز، راه هو تضحيات، راه هو جهاد، لان راه ملي كدافع على واحد البلد اسلامي داخل واحد المنظومه هذا راه جهاد، وجهاد ماشي سهل يعني، جهاد بواحد المجموعه وطنيه عندها حس وطني وكيرفعوا من العلم ديالنا اللي كتسمع النشيد الوطني دائما يتردد، هادشي راه ماشي سهل يعني، راه كنشدوا بحراره على هاد البنات وكنشكرهم واحده تلو الاخرى، علاش؟ لانهم ساموا في على الاقل الناس راه حفظات معنا النشيد الوطني ديالنا وعرفات العلم الوطني ديالنا اكثر يعني من خلال البوابه ديال كره القدم النسائيه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.